السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ واحنا متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا في أحسن حال وأحسن صحة يا رب العالمين. النهاردة هنعمل مع بعض فتة البتنجان اللي هي السوري بطريقة سهلة وبسيطة. هنا عندنا عيش أنا محمصاه في زيت، وهنا أنا قالية البتنجان مع طعام مكعبات وألياف الزيت، وهنا أنا عندي سلطة الزبادي عبارة عن ايه، 2 كوبايتين زبادي كبار، معاهم 3 معالق طحينة، شوية خل، بابريكا، فص ثوم، ملح، كمون، بابريكا. هي دي سلطة الزبادي. هنا عصرنا اللحمة، عصرنا اللحمة هنا عبارة عن بصل وحطيت عليه زبدة، وعملت شوحت فيه اللحمة وفلفل أسمر وملح لغاية ما استوت معانا. هنا عندنا صلصة الطماطم عبارة عن ثوم وصلصة وفلفل أسمر وملح وشوية خل، وده للتزيين كاجو. ممكن تحطي لوز، اي حاجه عندك. يعني نبدا نقول بسم الله. هنا هنحط اول حاجه البتنجان، العيش المتحمص بالشكل ده كده. بنحط عليه البتنجان، بالشكل ده. طعمها روعة وجميل، جربوها هتعجبكم قوي. هنا هنحط صلصة كده، بالشكل ده كده، وهنحط لحمة مفرومة. هنحط بعد كده بقى الصلصة البيضة اللي هي الزبادي بالطحينة كده بالشكل ده. هنزين بقى الطبق بالشكل كده ده. احلى فتة دي ولا ايه؟ حلوة جدا في العزومات وسهلة وسريعة وطعمها جميل. بالشكل ده كده. يبقى كده بالشكل ده كده. نحط كده لحمة مفرومة كده بالشكل ده. عشان يبقى شكلها حلو كده في التقديم. كده هنحط عليها الصلصة. نحط هنا البقدونس كده والناحية التانية كمان كده. بسم الله. نحط هنا لحمة مفرومة كده بالشكل ده كده، ريحتها روعة. نحط هنا بقى الكاجو أو أي مكسرات عندك، ممكن تحطي لوز، تحطي
حطي صنوبر، بدي برضو شكل حلو جدا للطبق بالشكل ده كده. وده الشكل النهائي الفتة بتاعتنا، فتة البتنجان، روعة وسهلة ولذيذة وبتاخدش وقت خالص، والطعم حكاية، جربوها تعجبكم قوي. هنا عندنا فراولة كنت انا مفرزاها، وده موز ولبن وسكر وشوية فانيليا. حط اول حاجة الموز، بسم الله كده، حاجة صحية ومفيدة للأولاد أحسن من اللي فيه مواد حافظة، وكمان نقوي المناعة عشان خاطر مرض كورونا ده، ربنا يعافينا يا رب ويعفو عنا يا رب. تاني كده هنحط الفراولة، بسم الله عادي تحطيها متلجة عادي مش هيجرى حاجة كده. هنحط السكر نقول بسم الله حسب الرغبة بقى، ممكن تزودي او عايز تزودي القيمة الغذائية حطي عسل، يبقى جميل جدا مع العسل برضو كده. نحط شوية اللبن، هنحط بقى الفانيليا رشة، ده بتدي طعم حلو قوي للعصير كده. وهنحط معلقة كريم شانتيه، بتدي قوام حلو جدا للعصير وتست احلى كده. حوالي معلقة اتنين، معلقتين. انا ده كل المقادير في خلاط كده، العصير اهو اتضرب اهو قوامه اهو، تبقى في الكاسات. بسم الله حاجة طبيعية، عصير طبيعي. حطينا على العصير ايس كريم وزودناه كده بالشوكولاته، شكله جميل وطعمه اروع. جربوا الطريقه دي تعجبكم قوي، وحاجه مفيده جدا للاطفال، بتقوي المناعه. يا رب اكون افدتكم يا رب العالمين. ما تنسوش تحطوا الفيديو لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، وكل سنه وانتم طيبين.